العالم العربي من أجل إنقاذ هذا الشعب الذي يوميا يقتل فيه بالعشرات ويصاب به بالمئات. فقامت لجنة الإغاثة الإنسانية بوفدها الذي زار الحدود التركية السورية والحدود اللبنانية السورية والحدود الأردنية السورية من أجل الوقوف على أحوال السوريين اللاجئين إلى هذه الدول ودعمهم صحيا ودعمهم لوجستيا ودعمهم من أجل الوقوف في وجه الحكم الظالم. استطعنا هذا الوفد الذي يتحدث إليكم الآن عما رآه وما سمعه وما قام به. ولكن هذه المقدمة نؤكد أننا منذ بداية الثورة السورية قامت لجنة الإغاثة الإنسانية في بداية الثورة بدعم الشعب السوري، وقمنا بزيارة من حوالي شهر ونصف أو شهرين للوقوف على هذه الأحداث وهذه الأماكن وهذه المناطق وكيفية إيجاد العمل الطبي الصحي الإغاثي لها. وهذا الوفد يعتبر أول وفد عملي قام بعمل سيتحدث إليكم عما دار وعما وجده، وسيتبعه إن شاء الله وفود تلو وفود وأعمال تلو أعمال من أجل إغاثة هذا الشعب والوقوف معه في خندقه حتى يصل إلى ثورته ونجاحها، كما نجحت ثورتنا في مصر ستنجح إن شاء الله في سوريا. ونفتتح هذا المؤتمر بكلمة الدكتور عبد الله الكريوني ثم الدكتور أحمد حسين في أحداث الوفد اللي ذهب إلى تركيا. السادة الصحفيين والإعلاميين الحاضرين، باختصار شديد هناك كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معاني تحدث في سوريا. النظام الأسدي أو نظام بشار الأسد يقوم بإبادة شعبه إبادة لا يقبلها أي إنسان حر في العالم. هناك حالة من التخاذل والتواطؤ من الأنظمة العربية ومن جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية تحديدا يعني سمحت بإيجاد غطاء النظام السوري لإبادة شعبه فترة كبيرة جدا جدا. طبعا نطالب الأنظمة العربية بأن تتحمل مسؤولياتها وأن تقف موقف يعبر عن شعوبها، خاصة أن بعد الثورات الربيع العربي يجب أن تدرك الأنظمة أنها معبرة عن الشعوب. طبعا الشعوب يعني أظهرت تعاطف كبير وأظهرت يعني، ونخص بالشكر هنا الشعب المصري الذي أظهر تعاطف وتعاطي كبير مع هذه القضية. الشعب المصري تتوافد إلينا في لجنة الإغاثة كميات كبيرة جدا من التبرعات، وهو ده الشعب يقول إحنا ما نقدرش نقدم أكثر من ذلك. لكن طبعا لابد من الإشارة إلى هذه النقطة والإشادة بها. طبعا بعد ما رأينا هذه الكارثة التي تحدث في سوريا كان لزاما علينا كنقابة أطباء ولجنة إغاثة إنسانية في نقابة الأطباء أن يكون لنا دور في هذه القضية وفي هذه الكارثة وفي هذه المأساة التي تحدث. قام مجلس نقابة الأطباء بإفاد وقت مكون من مني ومن الدكتور أحمد حسين الزميل الفاضل وعضو مجلس النقابة العامة. ذهبنا بداية إلى تركيا إسطنبول، نسقنا في لقاء مطول مع أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي السوري في مقر مكتبه في إسطنبول. قمنا بشراء تجهيزات لاثنين مستشفى ميداني. المستشفى ميداني عشان السادة الحاضرين يكونوا فاهمين مقصدنا، النظام الأسدي يقوم بقصف المستشفيات التي يتلقى فيها المصابين العلاج ويقوم بقتل المصابين. فطبعا بيلجأوا ان هم يعملوا مستشفيات سرية، يعني في احد في شقة مثلا يعمل اوضة عمليات ويجيب الأطباء.